السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. المغص من الأمراض سهلة الحل، علاجها سهل جدا، وممكن الأغنام تنقطع عن تناول الطعام بسبب المغص ده لعدة أيام طوال فترة الألم. طبعا سوء التشخيص بيؤدي لتدهور حالة الحيوان. فالنهاردة إن شاء الله هنقول عن أهم أعراض المغص، وأعراضه سهلة خالص ومعروفة وعلاجه كمان سهل. العرض الأساسي هو شد الجسم بالشكل اللي قدامنا ده كده لمحاولة الضغط على موضع الألم، في محاولات عديدة من الحيوان إن هو يخفف حدة الألم. وممكن الحيوان يستلقي على الأرض في وضعية تشبه وضعية الولادة مع شد الجسم بنفس الطريقة. الأعراض الثانية ممكن زي إن الحيوان يركل بطنه بقدمه من شدة الألم في مكان الألم، أو يكون في صرير دائم من الأسنان، وفي بعض الحالات بتجد إن الحيوان بينظر ناحية المكان اللي فيه الألم، بيلف جسمه ناحية المكان اللي فيه الألم. طبعا العلاج بيكون بسيط، بنحقن أي نوع من أدوية المغص البشري، يفضل البشري، وأهم الأدوية دي زي الفسرالجين أمبول، سبازموفين أمبول، سبازموفري أمبول، فسرا أمبول، وممكن دي كلها أمبولات بتتحقن عضل. وممكن في الحالات الشديدة من المغص نحقن أمبول من الكيتولاك، المادة الفعالة بتاعته كيتورولاك أو الكيتوفان اللي هو كيتوبروفين. ممكن نحقن أمبول من أي نوع منهم مع أدوية المغص، ده بيساعد وبيسرع عملية العلاج، وأدوية فعالة جدا في حالات المغص الشديد. بعد حقن الحيوان بوقت قليل جدا، المفروض أن الحيوان يتجه إلى تناول الطعام، يبحث عن الطعام بعد مكان انقطع منه، زي الحالة اللي قدامنا ديت. بعد حقنها مباشرة أقل من نصف ساعة بنجد أن الحيوان اتجه إلى الطعام لتناول الطعام، وده إشارة على أن الألم قد انتهى. ده اللي عايز أوضح لحضراتكم النهاردة. ياريت لو الفيديو عجبك اشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس تدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.